موريتانيا تصفع الجزائر وعصابات البوليزاريو. قامت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتوجيه صفعة قوية لجبهة البوليزاريو وجنرالات الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، على الرغم من أن موريتانيا ما تزال تحتفظ بموقف الحياد اتجاه الصراع حول منطقة الصحراء. وجاءت هذه الصفعة الموريتانية للجزائر وعصابات البوليزاريو خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بداية الأسبوع الجاري، حيث تجاهل إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجيتها الحرب التي تدعي الجزائر والبوليزاريو بأنها اندلعت مع المغرب بعد أحداث القرقرات وبأنها تهدد استقرار المنطقة. ولم يعر وزير الخارجية الموريتاني انتباهه لهذه الحرب المعلنة من طرف عصابات البوليزاريو منذ سنة، وفي المقابل شدد على موقف بلاده غير المنحاز لأي من أطراف النزاع، موضحا أن موريتانيا تحافظ على علاقات ممتازة مع الجميع وتدعم جهود الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل مستدام ومقبول عند الجميع.